مساء الخير، أنا والعسل نرحب بكم مع نشاط. مساء الخير، كل حلقة رمضانية نطل بها عليكم حرب تويتر تعلن نفسها ونفسها والرابح الأكبر، والرابح الأكبر هو البرنامج طبعا، وكل مشاهد يحب البرنامج. تحبون الضيف أو لا تحبونه، هذا هو العسل بحلوه ومره كل ليلة على شاشة الحياة والمؤسسة اللبنانية والإرسال والال بي سي دراما. الليلة ماذا تقول شهرزادتي، شهرزادة الأمس، والرواية عن شهرزادتنا أنا والعسل. تشبهني بسحر عينين وحلاوة لسان، وكل ما تقوله حدث وحديث. دارسة آثار وملمبة بالتاريخ، ولأن التاريخ الشامي يكتب اليوم، كانت لها مواقف. يا مال الشام جديدها، ومنه يفوح ياسمين العتيق برواية شهرزادية لصاحبة أجمل عينين عرفتها الشاشة مؤخرا. شهرزاد الليلة في أنا والعسل نجمة شامية عربية، إنها سلاف فوخرج. مساء الخير. مساء النور. سلاف فوخرج، اهلا وسهلا فيك. يا اهلا فيك يا مال الشام. تفضلي. شكرا. تفضلي. يا اهلا وسهلا بسلاف فوخرج. اهلا هشام. عرفت عليك، قلت انه صاحبه اجمل عينين عرفتها الشاشه في الفتره الاخيره. قولي لي ثلاثه من الممثلات او الفنانات النجمات يلي كمان بتقولي هودي كمان صاحبة اجمل عينين، كل وحدة منهم ثلاث اشخاص. هلا اول شيء لانه صاحبة اجمل عينين انا فشكرا. ما بعرف، في كثير عيون جميله، بس اهم شيء بالجمال وبالعيون يكون في صدق. اذا بدنا نحكي عن الشكل، يعني في كثير ممثلات عربيات عندهم عيون كثير جميله. انا بحب مثلا عيون سعاد حسني الله يرحمها، نجلاء فتحي، كثير في زبيدة ثروت كانت مشهورة كمان بعيونها. من اللي بيغنوا من المغنيات النجمات عيون حلوة؟ أسمهان. إنه أسمهان. أسمهان. أنا وأسمهان. من يوفيل يعني. أنا وأسمهان. يعني في كثير، بس مثل ما قلت لك إنه بتضل عيون مو شكل أو لون. النظرة. في عيون حلوة كاذبة؟ أكيد، لهيك عم قلك مو شكل، مو شرط اللون أو الشكل، المهم الصدق، المهم الإحساس، المهم إنه يوصلك هذا الشيء، التعامل الحقيقي مو الكذاب. من أول ما أعلنت إنه حضرتك ضيفتي بأنا والعسل، انقسمت الآراء بالتواصل الاجتماعي كل المواقع مع وضد. في ناس مثل غزال تركماني على تويتر، بليز إلا إنه هيدي ياسمين الشام العتيق وهيدي نجمتنا الكبيرة و شكرا ومثلة ومتايل. ولكن بالمقلب الآخر في ناس رح تستضيف الشبيحة ورح تستضيف سلاف فواخرجي، يعني أنت بتعرفي الآراء طبيعي بهالمساحة البلاتفورم المنبر الواسع كيف تقبلك لآراء الكل؟ برحابة صدر، يلي مع ويلي ضد. المهم أنه أنا بحترم نفسي، بحترم موقفي، وبتشكر كل الناس، يعني أكيد في اهتمام من كل الناس، وبكفيني هذا الاهتمام لحتى أنا أكون موجودة ولحتى يسمعوني هن معي أو ضدي، بس
المهم نسمع بعض، هذا شيء كثير مهم. مين عم يحضرك بالشام الليلة؟ كل الناس. كلهم؟ يعني بتوقع نسبة كبيرة، خبرت أو هن يعرفوا الموالين يعني. والمعارضين لنظام بشار الأسد؟ لا شك. جيتي بموكب وتنام إلي قيل لي إنه سلاف وصلت إلى استوديوهات أنا والعسل عند مرافقة، عند موكب معين خاص من الدكتور بشار الأسد. بتمنى يا ريت، بس هيك قالوا لي. بتمنى يا ريت، سيادة الرئيس ما بيعرف إذا أنا موجودة هون أو لا. بتمنى يكون عم يحضرني، شرف لي كبير. لا، صديق شخصي هو اللي بعت معي هدول الناس. من شو خايفة؟ حتى قالوا لي إنه المرافقين الشخصيين خايفين إنه أحد الفرسان يكون مندس، لأنه مقنعين وعندهم السيوفة، فيكون مندس إنه لا سمح الله. لا لا، هي مزحة. شلحتهم وجوههم. شلح وجهك 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 وجهك. لا هي مزحة بس، وأنا ما بخاف، ودائما بكون بأماكن الخطر وما بخاف، لأنه بعرف إنه الله ما رح يأذيني والله معي دائما. لانه بتوقع ما بعرف يعني اذا صح او غلط، بحس انه انا صح بتحق، فما بخاف ابدا. انت بلبنان، لبنان بيحبك وبرحب فيكي، بحب كل ضيوفه. انا بحب لبنان. بتخافي تغتالي؟ ما بخاف. من قبل كان عندي هذا الهاجس، يمكن مره حكينا انه دائما من انا وصغيره بفكر بالموت. شفتك مع زميلتي والصديقه رابعه زياد، حقيقة رابعه على شاشه الجديد، تابعت الحلقه. بس كنت عم تقولي ما بتخافي تغتالي؟ لا، لانه انا من قبل كنت خاف من فكره الموت، بكرهها، مو موضوع خوف. يمكن بعد اللي صار بسوريا وصلنا لمرحلة قد ما خفنا، أو قد ما أنا يعني خفت، وخفت على وطني، خفت على بلدي، فصرت حس إنه الموت ولا شيء قدام بلدي. يعني إنه أنت تموت، فكلياتنا بدنا نموت، بس لما بتموت مشان عقيدة فهذا الشيء كتير عظيم. من دون خوف؟ بدون خوف أبداً، واثقة كتير إنه ربي معي دائماً. تحكي بهذا الموضوع مع أسرتك، مع يعني أفراد أسرتك، زوجيك؟ هن بيخافوا علي أكثر ما أنا، وأوقات بيحسوني إنه أنا مستهترة، فكل هذا الشيء اللي عم تحكي عنه هو مزح بمزح. بس مجرد صديق شخصي كان هو حب إنه خاف علي، فبعت معي الشباب يعني. فبس هيك. بتخافي إنه يستهدفوا حدا قريب؟ تفضلي. وعلى فكرة يعني هذا الشخص من لبنان وليس من سوريا. بتخافي حدا يستهدفوا أحد أفراد أسرتك تيحرقوا قلبك مثلا؟ يعني أولادك، زوجك؟ أو سبق وحكيت بهالموضوع. نعم. إنه كلياتنا أولاد سوريا، أولادي أولاد سوريا، وكلياتنا معرضين للموت. يمكن ما يكون باغتيال، يمكن ما يكون بسبب الأحداث، ممكن بحادث سيارة مثلا. فالموت كلياتنا معرضين لهذا. هذه القناعة القوية من وين وصلتي لها؟ يعني عندك عم تحكي وصلبة، يعني ما عم تمثلي. لا، مش عم بتبيعي موقف، في سند عم متكي عليه. في إيمان عندي بداخلي، إيمان بنفسي، إيمان بربي، إيمان بوطني، إيمان بشعبي، إيمان بالشيء اللي أنا عم دافع عنه. هذا الإيمان بيخليك كتير قوي وكتير صلب، وما تخاف من شيء. رح أرجع على السياسة ومواقفك، وفي أوقات أسئلة بنطرحها لأنه بدي أسمع عن قناعتك. أوقات الواحد بيغير رأيه وبيغير قناعاته. بدي مباشرة انتقل إلى سلاف زاد. نعم. والله أنا بجزم إنه الليلة كمان أحلى من سلاف زاد. مبيني عنا هون لايف هيك أجمل من الصورة. أنت عاملي بال 2003 مسلسل شهرزاد. صحيح، شهرزاد. بس ما كان شهرزاد الرواية، كان مختلف، كان شوي بالشارع، كان شعبي. كان شهرزاد موجودة مع شخصيات حكاياتها عم تحكي العلاقة بين الشعب وبين الإنسان وبين المواطن العادي، فكانت هي مع الشعب أكثر من موضوع اللي تعودنا عليه ألف ليلة وليلة. كريستو اخدها كلوز أب، ما شاء الله عليها. شكرا. أكيد عم بيقول لي من الأول اخدها. رح نبدأ مباشرة بسمات شهرزاد، وببدأ مباشرة بعتقد بالأنوثة. على 10 قد ايه انوثتك تعطي لحالك؟ الانوثه هي كل شيء. الانوثه كل شيء، كل شيء. للمراه، للحياه، الحياه انثى، الارض انثى، السماء انثى. نزار قباني بيقول لك القصيده انثى، قاروره العطر انثى، سنبله القمح انثى. اللي بيعمر الوطن وبيعمر الارض انثى. الانثى بمعناها مو الشكلي،
بمعنى الأمومة، سواء إذا كان في فعلاً فيزيولوجياً في أولاد أو لا، بس حالة الأمومة العطاء. الآلهة الأولى كانت أنثى، فالأنوثة هي قيمة عظيمة. ما بتكمل الحياة وما بتعمر الأرض والوطن إلا بالأنثى. بخصوص مخارج الحروف عندك قدي سليمة ما شاء الله عليك، ومصرة أنه بتقوليه لل... بحبهم. بتحبيهم؟ بحبهم أي. ونحن من أنوثتك قدي من عشرة؟ أنا بقول واحد، لأنه أنا بطمح دائماً بكل لحظة وبكل يوم أني أوصل للعشرة. هيدا أوفر تواضع اسمه، اسمحي لي. لا بالعكس، يعني إفراط بالتواضع. أبداً. واحد من عشرة؟ واحد كتير رقم مهم، هو الواحد. هو الأول، وما رح أوصل. يعني أنا كل يوم بسعى أني أخذ العشرة وأخذ المية وأخذ الألف. والله ضمنت انك مشاهده وفيه لأنا والعسل، لانه يبدو انه شايفتيهم كيف عم بي حاولت تابع يعني بقدر ما استطيع يعني. بس اكثر حلقه حبيتها مين؟ واكثر شخصيه حبيتها أصالة، مع انه انا ما كثير تابعت صح للاسف يعني، وكان عندي تصوير الهام شاهين. الهام شاهين وجه لها الف تحيه. نحن بنحييها لإلهام شاهين خمت أصالة. هلا بدنا نحكي جمال من عشرة، تابعتي حلقه أصالة؟ جزء منها. جزء منها. الجزء اللي بيتعلق فيكي يمكن؟ لا اكثر شوي. جمالك عاد من عشرة؟ الجمال يمكن بيحمل كل هالقيم اللي انت عم تذكرها، بالأنوثة ولا الذكاء ولا الثقافة. قسما بالله اذا بتقولي لي واحد رح ازعل. اكيد واحد. لا بس بقى. بتعرف شو كل هالشيء هاد واحد، لانه انا بطمح كون دائما بطمح اسعى لكون اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. انا بطمح، انا بسعى. طب اوكي انا رح اكتبك وقت احكي لك شغلة. دائما انه بيقولوا عني انه انا حلوه وكذا، والحمد لله يعني نعمه من الله، ما لي فضل بهذا الشيء. بس دائما كان بابا كثير بيدلعني وبيقول لي انت حلوه انت حلوه انت حلوه. خافوا ماما واخي اشرف انه انغر، فدائما يقولوا لي انه انت حلوه بس في احلى منك، انت حلوه بس في احلى منك. فدائما انا ما بحس حالي انه انا كثير يعني حلوه، لا انا مقبوله. وبعرف شغله واثقه منها كثير، انه انا صادقة وقريبة. فأيا كان الشكل أيا كانت الملامح مو مهم، المهم يكون في صدق جواتنا وسلام. بس هيدي الجملة بس في أحلى منك ما ولدت لك عقدة؟ أبدا. إنه من هي الـ لا ولد لي إنه أنا لازم أكون كتير صادقة لكون أنا الأجمل. على كل حال الأهل لما بنكون صغار يمكن بيخطئوا لما بيقولوا يسلم لي ما في مثله، أو تسلم لي ما في مثله، بينسوا تكملة الجملة يلي هي مثله مثل غيره. طبعاً. أو مثله مثل غيره، لأنه أكيد. كل الناس. طيب ليك أنا رح أحط لك واحد على عشرة. أي. شرط أنه تقولي لي حدا من زميلاتك بالكار اثنين على عشرة أو ثلاثة على عشرة بالجمال، خمسة على عشرة. ما رح اقول لك نسب، بس انا مثلا بحب كثير شكل صباح الجزائري ايام عزه. انا بحب كثير والله شكله لهلأ وجمالها. صباح الجزائري لهلا بتجنن طبعا، ولهلا هي بعزه وبجمالها، بس بشكلها في صوتها كلها على بعضها. بيكفي كيف بتطل بكل دور، بتقولي هيدي مش صباح. اكيد تمحي صباح بتجي الشخصيه. من هي مثلا سيدي انا بحسها كثير جميله. أقنعت. وطبعا في كثير مثلها. ثقافتك من عشرة؟ نحن كل يوم نتعلم وكل يوم الإنسان بيتعلم، وأنا بحب أتعلم وكل يوم بحس حالي إنه أنا ما بعرف شيء. الثقافة كيف نحن نصنع حياتنا، وكل يوم أنت بتصنع حياتك. واحد من عشرة. واحد من عشرة، شكله كله واحد من كله عشرة. كله واحد من عشرة. شو عم تقري كتاب هلأ برمضان؟ آخر شيء قريت كتاب للكاتب إسماعيل مروى، كاتب سوري معروف، اسمه التطرف الديني أو حجب الرؤية. قريته ومن كم يوم قريت شيء يعني. والتطرف يحجب الرؤية لا شك. خايفة منه هيدا يصير بسوريا، هيدا التطرف يحجب الرؤية؟ مو خوف قد ما هو اني انا بنبذ هذا الشيء، يعني هذا الشيء المعيب يلي صار. تنبذين هذا الشيء؟ طبعا. يعني نحن وين كنا؟ نحن هذا البلد الممتدة بلاد الشام. هي الثقافة، كل المنطقة العربية ومصر والمغرب والخليج كلياتنا، كل هالمنطقة هي. هالأماكن هي مهد الحضارات ومهد الديانات ومهد الثقافة والأبجدية الأولى والموسيقى الأولى. نحن نوصل لهون يكون عندنا تطرف ديني، ويكون عندنا إمارات، ويكون عندنا تسميات غريبة وفتاوي شرعية، ورحنا بدهاليز مظلمة جدا ما ممكن نسمح فيها أبدا. ذكائك اذا بتقولي لي واحد. واحد. لا خلاص بقى. كل واحد. كل واحد اليوم. كل واحد، لانه بطمح مثل ما قلت لك اني اجيب العشرة من عشرة.
طب وبينك وبين حالك لو مش على الهوا بتقولي واحد كمان على 10؟ انا ما عم بحكي على الهوا شيء وانا ماني مقتنعة بالحياة. طب بينك وبين سولا يعني بينك وبين حالك بعقلك مش بتقولي اكثر من واحد؟ لا هي واحد. مو قصة ارقام او نسب، قصة انه بحس انه لسه في كتير لشيء لحتى ساويه او لسه قدامي كتير وقت لحتى مين انا. مين من زميلاتك اثنين او ثلاثة بالذكاء؟ ما بعرف، هاي القصة صعبة، قصة النسب كلياتنا عنا نسبة ذكاء معينة، وحتى انت بتعرف وانت بتهتم بعلم الطاقة بتعرف انه كلياتنا بنستخدم جزء كتير بسيط من ذكائنا صح. ومن عقلنا فكلياتنا. طيب سوابق فنية في سوريا رح ابدأ تجربتهم اكبر اثبات لذكائهم مين؟ دريد الحام طبعا، ذكاء طبعًا. منقطع طبعًا. النظير فنان كبير اسمه 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 ذكاء لحام طبعا يعني شخص من كثر الذكاء صح. والموهبه، بس الذكاء كان كثير كبير لحتى صار جزء من وجداننا الثقافي والفني والحياتي. منى واصف تشهدي لذكائها لما قالت بمايسترو معي على تلفزيون جديد انه حضرتك خليفتها؟ انا بتشرف بهذا الشيء، ما فيني اشهد بذكائها، هي لا تحتاج لشهادتي، بس اكيد هي بالنسبه لي شهاده كثير كبيره. حكيتي يا لمنى واصف بالفتره أكيد. شو بتقولوا مع بعض؟ شو انبسطت كثير وقتها وقت حكيتها وقت لا هلا بالفتره الاخيره للاسف لا للاسف لا فرقت السياسي والاراء السياسيه، عملت شرخ، عزلتك انت عن الكل؟ لا 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 ما في شرخ، يمكن انا بطبيعتي شوي بعيده الا بالمناسبات المعينه كذا. مين اصدقائك اليوم بالفن؟ ما في عندي أصدقاء، يمكن كلياتنا بالحياة ما فيها الصديق الوفي أو يمكن اثنين ثلاثة بحياتنا. أنا عم بقول إنه السياسة فرقت حكماً، والآراء السياسية والمواقف حطت الكل بمطرح وأنت حطتك مطرح لوحدك. ما بعرف، أنا ما فكرت فيها بهي الطريقة يعني، بس أنا إذا عم نحكي عن مبدأ الصداقة فهن بالحياة أساساً كلياتنا بنعرف إنه الصديق الحقيقي هو نادر، وإذا كان عندي هالصديق فأنا ما رح أقول إنه لأنه من الوسط صديق ولأنه خارج الوسط صديق. ما عندك بالوسط صديق؟ عندي مثلاً الأستاذ باسل الخطيب صديقي جداً. باسل الخطيب؟ وفي كتير أصدقاء يعني، بس ما فكرتي فيها ولا مش سئليني عليها يعني عم تقولي وش فرقة معك؟ لا أبدا فرقة معك. الصديق شيء كتير مهم، بس يمكن الحياة والشغل بتبعدنا، وأنا بطبيعتي بعيدة أساسا عن الحياة الاجتماعية وبقدر كتير معنى الصداقة وبحب يكون عندي أصدقاء، بس الحياة صعبة وخاصة الفترة الأخيرة اللي نحن فيها يعني. كل ما ترتفعوا بسلم النجومية كل ما بيصير في برودة بالعلاقات والصداقات خاصة بين النجوم والنجمات، بتحسوا انه ايه اجتماعيا او مجتمعيا بنقول بحبه بحبها بس كل واحد بيعرف حاله تماما انه في حصن منيع ممنوع حدا يقرب عليه لانه في اعداء الكار. أكيد، بس صدقني هي بكل الأوساط وبكل المجتمعات كلياتنا بهالحياة، صرنا بهالحياة السريعة والتكنولوجيا والصعوبة والعنف والبشاعة الموجودة كلياتنا عم نعيش هذا الشيء. عن العنف شر لابد منه. أنت قصدك إنه الشر الموجود كل فينا. إنسان ما بصير يكون لابد منه يعني، ما رح ينتصر علي بيكون لابد منه، ما بقبل. لحتى أكون حلوة ما لازم يكون في جواتي شر، وأنا بطمح أكون حلوة. إيه بس فينا شر. ما بقبل. ما بتقبلي شيء بس بالواقع شيء. ما إذا ما فيكي شر بتستعيري شر لتحمي حالك؟ أبداً أبداً، لأنه فيني من السلام الحمد لله ما يكفي إنه ما استعين ولا أتعامل بشر. ردي بيكون دائماً بالسلام لحتى أوصل للي بدي إياه. أنا بدي أعطيكي واحد من عشرة لأنه ما عندنا صفر. لا واحد من عشرة كثير رقم مهم. أبداً واحد موجود. لا ما عندنا صفر، ما دخل لأنه في شر ما في لابد منه، ما بقبل فيه. طب شر في بد منه ما في. أنت كأنثى كأنثى بحياة الرجل يقال إنه المرأة هي شر لابد منه. غير صحيح. المرأة طب خير لابد منه. طبعا اسمحي لي بدي احط واحد. ما بدي واحد لأنه واحد أكيد لا. قد إيه صفر؟ ولا شيء، غير موجود. عندكم صفر؟ واحد من عشرة مو معروف كريستو. ما بدي واحد. باسم ما بدي واحد، هذا غش، أنا ما بدي. بتطالبي يعني بحقوقك وفي ديمقراطيك، الواحد بده يقول والله حرام على الجمال والأنوثة. بس ما بدي شر لابد منه لأنه هو أكيد ما رح يكون مثل أنوثة والجمال والثقافة والذكاء. يعني استثنائيا شيلوها، بس النسبة بتضلها واحد يعني ما بتغير. واحد رقم مهم. رقم واحد كثير مهم. طبعا انت بتحبي تكوني واحد على فكره يعني. بحاول بطمح.
بعد الفاصل يمال الشام اتحفتينا، ياسمين عتيق نفس الشيء، وسلافة وخرجي بنص قلبة الرئيس الأسد. بعد الفاصل مع النجمة سلافة وخرجي. سلافة وخرجي نجمة سوريا، سلافة عندك سلامات من المغرب، من الجزائر، من العراق، من تونس، من الأردن، من سوريا طبعا بتحييكي، بس مثل ما عم بقلك في مد وجزر على تويتر، مع كل السلامات في ناس كمان لما بيشوفوكن بتآزروا أو بتساندوا نظام الدكتور بشار الأسد، بيقولوا إنه لا هودي من جماعة الشبيحة يلي ما بيمثلونا، وبالتالي يعني الله يساعد الفنانين والممثلين بآرائهم أكثر ناس بينجلدوا. وأنت كنت عارفه لما بتاخذي موقف سياسي إنه رح يجلدك نص نص الشارع، صح؟ أكيد. هلا أول شيء أنا بشكر الناس يلي حيوني كلهم من كل البلاد العربية. وثاني شيء هلا الموقف مانو سياسي، موقفي موقف وطني مثلي مثل ملايين بسوريا. بتقولي عن حالك أسدية حتى العظم؟ أنا سورية وبحترم رئيسي ومصرة أنه لما بيكون في انتخابات أنا بدي روح انتخب رئيسي، لأنه أنا مقتنعة فيه وهذا حق، هذا حق وهي حرية يعني. فكنت عم أقول أنه بس في ناس بالشارع بيقولوا أنه هذا الرئيس اللي عم تتحدثي عنه حضرتك، بيقولوا أنه عم بيقترف مجازر وعم بيقترف جرائم وعم بيقتل مواطنيه. هودي هودي نفس الناس يلي بيجوا بيقولوا لك انه لا سلاف ما فيك انت ما تشوفي الحقيقه. الحقيقه انه الرئيس مستحيل انه يقتل المواطنين. نحن العشر سنين الماضيه قبل الازمه كنا باكثر فتره بسوريا في انفتاح اقتصادي، ثقافي، فني، على كل الاصعده نحن كنا باحسن حالاتنا. بس بتسميها أزمة سلاف؟ لا هو حرب، كلمة أزمة لا هو حرب، بس حرب شنعاء، حرب شنيعة جدا وفظيعة جدا. بس ما في دكتاتور بالعالم بالعالم ممكن يبقى إذا مش الشعب بده الرئيس. ما في قوة مثل قوة الشعب، ولأنه الشعب بده الرئيس بشار الأسد فهو موجود. لما كل الدول وكل الدنيا بتحارب شخص وبتحارب بلد بشتى الوسائل وبشكل ما في منطق وما في مصداقية ولا في موضوعية، فلما بتشوف انه هذا الرئيس باقي وقوي والناس بتحبه والجيش بحبه، الجيش اللي هو هل هو باقي لانه قوي ولا انه باقي لانه في معادلة طبخة بالمنطقة بمباركة أمريكية او برقابة من فوق روسية صينية؟ المساعدات الروسية والصينية والمواقف عظيمة جدا يشكروا، بس هو باقي لأنه الشعب بده إياه. الشعب ما في شيء أهم من الشعب. من زاويتك أنت قدي نسبة الشعب اليوم يلي بدهم بشار الأسد يبقى رئيس الجمهورية العربية السورية، قدي نسبة الناس اللي ما بدهم إياه بتطلبوا أنه يرحل أو يسقط؟ ما بدي يكون عم بالغ بالنسبة، بعرف أنه في ناس يمكن ما تكون بدها الرئيس. قد نسبتهم؟ أنا بقبل إنه الناس تقول أنا بدي أو ما بدي. أنا ما بقبل الناس اللي بتتجه للعنف وللشيء غير السلمي لحتى يعلنوا عن رأيهم. نحن ما شفنا أي مظهر من مظاهر الجيش من قبل. لما الرئيس بيكون عايش مع الشعب بتشوفه بالشارع وبالمطعم وبالسوبر ماركت وبكل مكان وبمدرسة وبمستشفى، رئيس ماشي مع الناس، فما فيك تقول الا ما انه هالناس هي حاضنه هذا الرئيس. بس المطالبات يلي اتفضلي بالنسبه، عفوا ما فيني انا او ما بدي بالغ، ما رح اقول لك 90، ما رح اقول لك 80، وما رح اقول لك 70. انا يمكن ما اعرف واحد صح. بدك ترجع تقولي الشعب الواحد يلي متضامن، يلي خايف على البلد، يلي بيعرف انه لا سمح الله اذا ترك الرئيس الحكم ما بقى في سوريا لهي الدرجه. أنا ما رح أقول نسب، بخاف إنه أنا بالغ فيها أو غالي فيها. رح أقول لك 60، إذا مو 70 60. طيب بالانتخابات إذا كان 51
لصالح الرئيس فهو خليني اقول لك خليني بالنص، طبعا هو اكثر من النص بكثير، لهيك هو باقي ولهيك هو قوي لانه هو بقلوب الناس كلياتها. برايك لا يصلح لسوريا ان يرأسها الا آل الاسد؟ مو آل الاسد، مين؟ الدكتور بشار الاسد رئيس يفتخر فيه ورئيس عظيم وانسان شريف، وعشنا احلى ايام، ولهلا نحن لو ما في قياده جيده وقويه نحن عم نعيش وعم نشتغل والمؤسسات كلها ماشيه والرواتب كلها ماشيه والحياه كلها ماشيه رغم كل الصعاب، رغم انه الناس كلها والاشقاء قبل الغرب هن اللي نبذونا وسكروا تلفزيوناتنا. الاشقاء نبذوكم؟ اكيد، يعني نحن تسكر اعلامنا، نحن بقرار من الجامعة العربية تسكر. وانتم كمان بسوريا سكرتوا على الاعلام الخارجي؟ لا ابدا، لا ابدا لا الاعلام يلي كان فيه مصداقية وشفافية كله فات لعنا. بس يلي لما انا بكون قاعدة معك وعم يقولوا لك هون في انفجار وهون ما في شيء، بس لا خلينا نتفق على كلمة الاعلام فيه مصداقية وموضوعية، كمان هيدي فيها سبجكتيفيتي يعني فيها لا موضوعية. طيب انه انا برايي اذا القناة الفلانية ما حكيت عني بالمنيح اذا هيدي لا ابدا لا ابدا. في ناس كثير فاتت لعنا وفي محطات اجنبيه وفي كان كثير دخول لصحفيين، بس الناس ماتت، المهم في صحفيه قتلت صح. مين قتلها؟ مين قتلها؟ يعني هنا القتل عم بيصير من الطرفين. لا الصحفيين كان في حمايه للبلد لما هؤلاء الناس المجرمين يلي موجودين عنا اصحاب الفتاوى والجهاد لما هن عم ياخذوا الناس دروع بشريه وبياخذوا الاطفال دروع بشريه، لما عم ياكلوا قلوب واكباد، لما ابشع شيء صار، لما عم بيقطعوا الرؤوس ويمثلوا فيها اي حكم واي ديمقراطيه. هي الصوره اكيد بتذكرك بالمجزره الارمنيه يلي صارت، اللي كان هي في فن من فنون الحرب التركية والمجزرة اللي صارت، قطع الرؤوس كان يفتخروا لما يقطعوا رؤوس الأرمن، بتتذكر هذا الشيء؟ طبعاً طبعاً. فيعني هي المشاهد اللي عم نشوفها أي شو يعني هي عيدة تركية انتقلت إلى سوريا اليوم؟ أكيد تاريخية؟ أكيد، يعني النظام التركي يلي عم يطالبنا بالديمقراطية هو صاحب مجزرة من أكبر المجازر، هو صاحب أكبر نسبة صحفيين معتقلين بالسجون. عم بحكي عن تركيا التاريخية، عم بحكي 1915، أنا عم بحكي عن الأرض الواقع اليوم. عم ترجع تركي اليوم، تركي اليوم غير تركي الأمس حتى. ما عم بحكي على الشعب التركي بمعظمه معنا وشعب مسالم، عم بحكي على النظام التركي يلي عم يعمل فينا هيك. طيب نفس النظام لو قلبه على البلد سلاف، نفس النظام يلي أنت بتأذريه، الرئيس في ناس بيقولوا إنه الرئيس الحكيم بيقول حتى يتفادى المجازر التي تقع بحق أبناء شعبه بيتنحى، بيقول عيشوا بسلام إذا أنا المشكلة أو إذا أنا المعضلة، لأنه هو مدرك والناس كلها مدركة أنه مو هو المشكلة ومو هو المعضلة، المشكلة الكيان السوري يلي عم يحاول يدمروه. مين؟ من ثقافة بالدرجة الأولى إسرائيل وأعوانا يلي عم يشتغلوا، سواء هن يعني بالداخل السوري سواء هن سوريين للأسف، في نسبة سورية للأسف، وفي نسبة الأكبر يلي من كل أنحاء العالم مجاهدين من أفغانستان ومن شيشان ومن 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 هدول، ليش ليكونوا بسوريا؟ من دول عربية مين؟ في كتير، بس ليش ليكونوا موجودين؟ ما بتحب تسمي من دول عربية لأنه بتعملي خط رجعة؟ لا مو خط رجعة، لأنه بالمقابل أنا بشوف الشيء الإيجابي، أنا بشوف العرب يلي وقفوا معنا هن أهم بكتير من الناس المرتزقة يلي ما كانوا مناح معنا. السوار بس في شغلة كنت بدي إلك إياها، أنه أنا يحز بنفسي أنه يتاخد قرار بوقف الإعلام السوري أو التلفزيون السوري بالمحطات كلها، بأي حق بتوقف تلفزيون حتى لو هذا التلفزيون ضدك، حتى لو هذا المنبر الإعلامي ضدك، جامعة عربية بتقرر إيقاف التلفزيونات السورية والمحطات السورية وتاركين محطات طائفية ومحطات جنسية؟ هذا عدل؟ أكيد لا. بس بخبري شغلي، يعني ساعات أنا بتفرج على الفضائية السورية مثلا وقت عم بتقترف أشنع المجازر سواء من هذا الطرف أو ذاك، الفضائية السورية مع كل الاحترام بيكونوا حاطين سكرول خبر محصول الحمضيات في الجمهورية السنوي، أو كيف نصنع الورد بيطلع لك مذيعتين بيصيروا عم يصنعوا،
هيدا بيستفز المشاهد يلي مع الطرف الاخر، يعني عم بحكي انا عم بكون بالنص كرمال اقطع العصا معك. في اخبار من كل المجالات، في اخبار بالسياسه واخبار بارض الميدان محل الجيش، وفي اخبار عن الحمضيات، لانه نحن ماشيين، نحن عم نعمل مسلسلات، انا هلا موجوده، الحياه ما وقفت بسوريا، لازم الاعلام يكون ملم، ولازم نقول لكل الناس نحن عايشين وعم نهتم بالحمضيات وعم نهتم بالارض وعم نهتم بالزراعه. تعقيب صغير، دماء تراق، الدماء عم ينحكى عنا، ناس عم بيتشوهوا طبعا. اي بس لاقول لك شغله صغيره، المجازر الموجوده لم يرتكب مجزره من قبل النظام ابدا، ولا مجزره من قبل ولا النظام، ولا مجزره من قبل الحكومه السوريه ابدا، ما رح اقول لك النظام، ولا مجزره ولا مطرح ولا بحلب ولا لا 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 ابدا. كان في دفاع عن الارض، الناس بتطالب الحكومه، واوقات عم يكون في لوم على الحكومه لحتى يكون في حسم عسكري اكبر لحتى ينقضى على هدول الناس يلي عم كل يوم في فتوى بتطلع على الامارات وعلى اللبس الافغاني الموجود بسوريا، على الناس اللي عم تحكي بالطائفيه، الناس يلي عم بتكفر كل شيء. عقل جديد. ماذا تسمين الثوار في سوريا؟ الجيش السوري المطالب الحر يلي بيطالب بحقوقه، شو بتسميهم انت؟ بتسميهم ثوار؟ بتسميهم انت ارهابيين؟ انت شو التسميه اللي بتعطيهم من وجهه نظرك من موقعك؟ اساسا انا ما بعترف انه في ثوره بسوريا. كلمه ثوره كلمه عظيمه جدا، لو في ثوره حقيقيه انا رح كون معها، والشعب كله بيكون معه، لانه نحن عندنا كثير مواضع ضعف، عندنا فساد، في اشياء كثير لازم يكون في اصلاحات، نحن موجوعين لانه نحن فعلا لازم نصلح كثير، في نقاط فساد عندنا. انا بتمنى يكون في ثوره حقيقيه، ثوره سلميه، انا بتمنى ما يكون في شيء له علاقه بالتطرف الديني البحت اللي ما دخلوا باي حريه، نحن كنا عايشين بحريه فقدناها. ما في شيء اسمه هذا الجيش. ملايين اللاجئين السوريين خارج سوريا، ليه خايفين يجوا على سوريا؟ من شو خايفين؟ ليش مبتعدين؟ ليش يعني ليه هن ما عم بيشوفوا نفس هذه الرؤيه او وجهه النظر؟ بتعرف انا بحزن انه الاعلام بيقول انه اللاجئين السوريين يلي طلعوا واجوا على كذا بلد عربي مشكورين طبعا، بس انا بحزن لما ما بيقولوا انه نسبه كبيره من اللاجئين انذلوا ورجعوا على سوريا بكميات هائلة. الإعلام قال هي بس ما قال الثانية. أنا بحزن لهالشيء لأنه عم يرجعوا على سوريا، لأنه ما لهم بلدهم. بكذا مكان انذلوا، بكذا مكان. وهذا الشيء نسبي بأشخاص بالعالم العربي؟ بالعالم العربي. موضوع التأشيرات مثلا صعب أكيد، بس بلحظة من اللحظات، يعني أنا دائما بكون مع قرار الجيش، الجيش البلد. إذا بدنا نحكي عن مصر مثلا، أنا بحيي الجيش المصري، أنا مع دائما جيش البلد، اللي هو اللي بيستشعر الخطر دائما، هو اللي بيتصرف صح وهو اللي بيحمي البلد. أنا بحزن إنه نحن ما في مثلا سوريا بتعرف ما في تأشيرات دائما لكل البلاد العربية، ونفس الشيء كان تعامل بالمثل بين سوريا ومصر، بس يبدو لأنه كان في نسبة كتير كبيرة من السوريين للأسف مشاركين بميدان رابعة العدوية، فيمكن هن خافوا، هذا الشيء أثر على السوريين التانيين يلي ما تدخلوا بالشأن الداخلي المصري، بس بالأخير هن حقهم يحموا بلدهم، أنا ما فيني لومهم. قبل الفاصل ما جاوبتي على السؤال، الملايين اللاجئين خارج سوريا من شو خايفين؟ هن لما راحوا خافوا اكيد من الضرب ومن القصف اكيد، لانه لما بيكونوا هن دمرت بيوتهم بعدين، في تهديدات طبعا. هلا في كمان في كثير محلات، في كان في بيئه حاضنه لهالمجموعات هي، وفي ناس خافت لانه لما هدول الناس عم ينطلب منهم يعارضوا يشاركوا بالسلاح وعم يمتنعوا، فهن عم يقتلوا. واكيد بيكون لما بيكون النظام عم يدافع عن مكان معين وعم يكون في ضرب وعم يكون الجيش موجود، اكيد راح ابرياء، هذا شيء طبيعي، نحن بحرب كثير كبيره. بعد الفاصل بسالك شو هي الامتيازات يلي ممكن تحصل عليها سلافه وخرجي مقابل هذا الولاء المطلق للدكتور بشار الاسد، هل اجتمعتي فيه او تحدثتي معه هاتفيا راح اعرف منك، او مع زوجته السيده اسماء الاسد، ولو سمحتوا بدي احكي عن مال الشام، بدي احكي عن يا ريت والله ياسمين عطيه، بدي احكي عن اخراجك لاول مره المخرجه، وراح احكي عن الحاره الشعبيه الشاميه اللي ما كان عندك فيها دور كثير بارز، والولاده من الخاسره، واحد اثنين ثلاثه، لا ليش لا، انا والعسل اثنين ايه.
النجمة البوبي سلافة وخرجي. على فكرة ملامحك الجميلة جدا ويعني بتعطي كل هالعسل والبرق، بس مواقفك الصارمة فجأة بتقولي انه لا هلو انسى شو عم بتشوف، ركز شو عم تسمع وركز على الفكر. هل لك امتيازات حصلت عليها مباشرة من الدكتور بشار الأسد مقابل هذا الولاء المطلق؟ بعرف بدك تقولي انه انا ولائي مش عم بعمله كرمال امتيازات ولا ولكن طبعاً. حكيكي بتحكوا مع بعض؟ اكيد حكيكي بتمنى وبتشرف. لا ودائما كان يدعينا كنا كفنانين انه نشوفه، نتشرف بلقائه. كم مره التقيتي فيه؟ ثلاث مرات بمجموعه فنانين وبتمنى انه انا اشوفه. نقلتوا له شيء عن الفساد اللي عم تتحدثي عنه كنت؟ اكيد هو بيعرف هذا الشيء، وهو صدقني اكبر معارض للفساد والاصلاحات اللي قام فيها كثير كبيره، بس ما عم يخلونا نعيشها او نشوفها او نحس فيها. بس سلاف بتوافقين الراي انه وقت نقول تسميه فساد بنكون عم نعمل داون سايز، عم نصغر كثير المشهد انه فساد؟ عم نحكي عن ما قبل الحرب. فعلا في عنا فساد وما زال، والرئيس الأسد بيعرف هذا الشيء، وصدقني هو معارض كتير قوي باتجاه هذا الموضوع وشريف جدا. بس أنا عم بحكي كمواطن لبناني، خليني أقول لك المواطنين بلبنان هون قبل الحرب السنتين ونص لهلا بسوريا كمان عندهم بيرسبشن، عندهم نظرة لسوريا إنه المخابرات السورية، الحواجز السورية، النظام السوري في لبنان، السجون بسوريا، مزة. أنت بتعرفي إنه في مئات الأسر بلبنان بعدهم بيطالبوا بأقربائهم، إخواتهم، أبائهم موجودين بالسجون السورية. اليوم لم يحرك الدكتور بشار الأسد ساكن بهذه القضية، وأنت أكيد بتطالبي إنه إذا في مساجين لازم يكونوا طبعا خارج سوريا. في جوع من الخوف. يعني كنا نروح على سوريا قبل تقول ما تحكي سياسة لأنه الحيطان إلى دينين بتسمع وبياخدوك وما بتعرف أي حدا بالشحطة ماشي على الطريق بيكون مخابرة. في جو من الترهيب المعيشي بسوريا، هيدا يلي يمكن هالسبريشن هالقمع كله انفجر بهالسنتين الحرب. يمكن هي السمعة أكبر من الحقيقة. هيك بتصوري؟ ايه. لما بيكون في هيبة للمخابرات وللنظام هذا شيء جيد، ما انه شيء. انا بكره هالفوضى، يمكن انا لو كنت رئيس الجمهورية كنت اصعب من هيك. لازم يكون حتى ببيتك لازم يكون في ضبط. الفوضى بشعة، انا بكرهها. مش ضبط يا انت معي يا انا بصفيك. مو هيك، لانه مو هيك. نحن بنقدر نحكي كل شيء بدنا اياه، وعم نعمل مسلسلات على صعيد الدراما عم نقول كل شيء بدنا اياه، وبكل بكل قوة وبكل جرأة، وما حدا بيقول لنا شيء، وبنقدر نحكي. ومو مثل ما بتتصور انه في قمع وفي ترهيب وانت ماشي بتخاف تمشي بالشارع. شو بتقولي له مباشرة لو الدكتور بشار الأسد في حال عم يحضرك؟ بتقولي له لرئيسك شو بتقولي له لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أنا ما بقدر أقول له شيء، لأنه هو أكيد أدرى مني بوضع البلد وأدرى مني بكيفية قيادة هالبلد. أنا بس كمواطنة سورية بشد على إيده، بقول له كلياتنا معك ومن وراك لنحمي سوريا بعيوننا وبأرواحنا. لازم ننقذ هالبلد، لأنه بلد عظيمة، سوريا العظيمة يلي ما ممكن أنه توصل لهالمرحلة. وكلياتنا كنسبة كبيرة بسوريا عنا إيمان بالشعب، عنا نعم. إيمان بالجيش، عنا إيمان بقائد سوريا. نعم. في أسر عم بتشاهدنا يمكن تعرضت يمكن لجرائم قتل، يعني أفراد الأسرة تنكيل وتشويه وتعنيف وسيقوا إلى أماكن بعيدة عن بيوتها. طيب هودي الناس اللي عم يتفرجوا هلأ، أنت عم بتقولي لا نيشان هودي مش جرائم النظام اقترفون، هودي دفاعا عن النفس كما سميتي به الفقرة دفاعا عن البلد. اليوم اللي عم يتفرجوا ورحلوا أب وابن وعيلة بأكملها واحترقوا، شو بتقولي لهم؟ بيكونوا عم يحضروا عم بيقولوا طبعاً. شو بتقولي لهم؟ كيف بتعزي؟ شو اللي بيعزيهم؟ الدم السوري كله دم واحد، والدم السوري حرام سواء كان مؤيد أو معارض.
في شيء أكبر من مؤيد ومعارض، في دم سوري. الأم أم المؤيد وأم المعارض نفس الأم ونفس الابن يلي راح ونفس الدم يلي راح، وبعز علي وبعز على كل واحد سواء مؤيد أو معارض، للأسف صلنا لهالتصنيفات نحن. بعز علي نقطة دم، لأنه كل نقطة دم هي من دمي ومن دم كل واحد فينا. نحن بحرب، بحرب بكل معنى الكلمة. أكيد في أبرياء وأكيد في ضحايا وأكيد وصلنا لمرحلة كتير سيئة، بس صدقني صدقني اللي عايش بسوريا بيعرف يقدر أكتر، سواء كان مؤيد أو معارض، في كتير معارضين بسوريا. هن اللي عم يطالبوا بالحسم العسكري وبالقوة العسكرية، والرئيس الأسد لأنه خايف على الناس وعلى إراقة الدماء تمهل كتير وطول، وهذا كتير كان في ناس عم تلومه على هذا الشيء، بس لأنه إنسان كتير. ما قلتي لي عن السجون السورية والمعتقلين اللبنانيين أو غير اللبنانيين؟ ما فيني أحكي أنا بهالموضوع لأنه أنا ما كتير عندي دراية فيه، بس أكيد أنا بطلب أنه يكون في حرية. قصدي ما عندي دراية بالتفاصيل، بعرف بشكل عام أنه في سجون وفي كذا، بس ما فيني أحكي بشيء ما عندي كتير معلومات دقيقة فيه. بالأخير أنا مواطنة، يعني ماني سياسية وما بطمح كون سياسية. بس أكيد أنا بتمنى تكون في حرية لكل المعتقلين. نعم. أيا كان. نعم. مقتل الفنان محمد رافع والفنان ياسين بقوش، مين بيتحمل مسؤولية مقتلهم؟ أكيد الجهة الثانية، لأنه ما في فنان عارض وصل لهالمرحلة أو انقتل أو شيء، لا سمح الله، الله لا يقدر حدا. محمد رافع لأنه قال أنا مع سوريا انقتل، ياسين بقوش لأنه باقي بسوريا وأنا مع سوريا وكان بيتمنى يموت بسوريا انقتل. أنت خفتي لما مات محمد رافع قد أترحت على الدقية؟ ما بخاف، لا ما بخاف، ما بخاف. أنا محمد شو ذنبه لحتى يموت؟ شو ذنبه؟ قال أنا مع بلدي. معقول طالبين الحرية إذا قلنا أنا مع بلدي أو أنا مع رئيسي فأنا بنقتل؟ شو هالسبب؟ ليش أمريكا لما طلع أوباما وأوبرا وينفري عم تبكي، كلياتنا تأثرنا لهالشفافية، دمعت وقت الانتخابات وبيونسي وفلان وفلان، ليش الفنانين برا أنه من حقهم يوالوا ومن حقهم مشاعرهم تتدفق ونعجب فيها ونقول يا الله شو هالحساسية؟ ونحن فنانين كمان ومواطنين قبل ما نكون فنانين، إذا أيدنا أو قلنا رأينا أو حسينا بشيء وقلنا فهو عيب، خاصة نحن بهذا الوقت. يمكن من قبل الفنان ما كان بس ما يحكي رأي، كان حتى ما يتزوج كرمال الجمهور، كانت الحياة كلها مختلفة. نحن هلأ ناس وبشر ولازم نقول رأينا، خاصة لما بيكون في وطن بتروح النجومية وبيروح الفن وبيبقى الوطن. نحن بالأخير ليه الولادة من الخاصرة وان كنتي فيه، بس بعدين الولادة من الخاصرة حتى ما تصورت بسوريا، تصورت عنا هون بلبنان، ليش؟ ما بعرف والله، ما عندي فكرة انه هن يمكن حبوا يصوروا هون، ما بعرف. هيك؟ اي ما استبعدتي؟ ما بعرف والله. انا كنت بالجزء الاول ويعني حبيت الفكرة، كان في القاء الضوء على بعض يعني نقاط الفساد وتم علاجها بطريقة كتير صح، وحبيت الشيء اللي صار. وبعدين حسب اللي فهمته انه انا ما لي دور بالجزء الثاني والثالث وما صار في حد. مواقفك السياسية هربت المنتجين منك؟ لا، طلعت دعاية كتير كبيرة بهذا الموضوع، ويلي بيربط هذا الشيء موقف سياسي بعمل فهو حر. يعني أنا سواء هذا الشيء كان بسوريا ولا بمصر ولا بلبنان ولا بأي مكان، بس بينك وبين حالك سلاف وقت توقف قدام مرايتك، مرايت الزيت من بعد أسمهان وكليوباترا، بتقولي شو عملتي بحالك يا سلاف؟ أبدا أبدا. أنا حقي أقول، مين بيمنعني أقول حقي؟ ما حدا، بس بورصة الأعمال اليوم مباشرة متعلقة بالسياسة والمواقف السياسية. لا، يلي بده يربط العمل بالسياسة يبعد عني، بالعكس أنا بكون شاكرته. ويلي بيحترم موقفي وما يعني ما في ربط لهذا الشيء فهو إنسان يحترم بهمني أشتغل معه. أنت اليوم مخرجة، طلعت إشاعة أكبر من اللازم. أبدا، علاقتي مع الجميع جيدة بمصر وبالخليج وبلبنان. نعم. وبسوريا. نعم. وقصة فردية ونسبية. في دول عربية حطت حظر عليك فيتو؟ أبدا إشاعات. اليوم أنت مخرجة، هاي أعمالي بكل المحطات، نشكر الله، وعلاقتي مع الجميع فوق الجيدة. لأنه أنا بالأساس أسست غير موضوع الفن والأعمال والبصمة الفنية، أسست لطريقة وأسست لسلوك وأسست لسمعة بتبقى هي وبروح العمل، فعلاقتي مع الأشخاص بقيت هي القوية. نعم. مو الفن، مش الفن. اليوم أنت مخرجة، مين عم بيمول فيلمك؟ وخبريني عن هذا الفيلم.
أول تجربة كمخرج رسائل الكراز. رسائل الكراز فيلم سينمائي طويل. قد ايه ابتسمتي؟ يا ريت من الاول حكينا عن الكرز ورسائله. رسائل الكرز فيلم سينمائي طويل انتاج سيرياتيل، والقصه لنضال قوشحه، السيناريو والاخراج لإلي. فيلم بيحكي عن الجولان مع غسان مسعود. غسان مسعود وجيانا عيد ودانا مارديني ومحمود نصر، وفي اسماء كثيره يعني كلهم بحييهم. فيلم بيحكي عن الجولان وفلسطين بشكل أو بآخر. فيلم وطني بالعنوان العريض، بس هو مقدم بطريقة بعيدة عن أي شعارات سياسية أو وطنية. هي قصة حب بين حبيبين اللي هن محمود ودانا. بتكتب له بحبر الكرز، بتصنع بالكرز حبر وبتكتب له رسائل بالكرز بحبر الكرز، رسائل حب. هن من الجولان لما نكست حزيران وبال67 وصار النزوح وصار هيك، فهن راحوا وتركوا البلد، بقيوا مع بعض بس ما قدروا يتزوجوا، لأنه الحياة مو بس رجل وامرأة، أو الحب مو رجل وامرأة، هو أرض، هو جغرافيا، هو ذكريات، هو يوميات، هو كل هدول الشغلات. أنت بس مخرج بالفيلم، بس أنت ما بتمثلي. لا وكتير مبسوطة، لأنه أنا ولا مرة فكرت أنه أنا يعني أعمل إخراج أو شيء، بس القصة استهوتني. في خبرة. أثار. شو جايب الأثار للإخراج؟ هو خبرة، يعني صار لي 15 سنة بالتمثيل. مين بيمول الفيلم؟ سيرياتيل. سيرياتيل. هل برأيك كل الصلاة رح تعرض هيدا الفيلم؟ رح ترحب بتمنى. أجتني عروض من عدة مهرجانات وبتمنى هذا الشيء. بتمنى اوصل رسالتي وحاله الهوس يلي عشتها، وبتوقع والله اعلم اني مخرجه لا باس فيني. بعد الفصل رح احكي عن الفنانات زميلاتك مع وضد، ولكن قليلي المواطن اللاجئ اللي حكينا عنه قبل شوي، يلي بيروح الى لبنان او الى غير دول، لما بيروح معطر مشحر هربان، بس بيروح بيحاوطه شبح الجوع، والجوع بيحول من اللاجئ، يعني اللاجئ اليوم مع الجوع بيصير بكرة سارق، قاتل، مشاغب، خارج عن القانون ومطلوب للعدالة. يعني مش كل اللاجئين بيروحوا بيكونوا عايشين أكيد لا لافي أن روز وبالباسيفيك أوشن بالمحيط الهادي. هذا الشيء بيحرق القلب، لأنه هذا الشخص السوري هو أخي، هو قريبي، وهو مني بالأخير، من دمي، يعني من دمي السوري. هذا الشيء مؤلم. أنا بس بطلب يعني يكون في رأفة ورحمة بالسوريين يلي التجأوا، لأنه دائما سوريا كانت فاتحة حضنها وإيديها لكل العرب، ولما صرنا بفترة وبأزمة وهيك بتمنى أنه ما يوصلوا السوري يلي التجأ لهم أو احتمى فيهم كأشقاء، أنه يوصلوا لمرحلة أنه يكون في سرقة أو يكون في قتل أو يكون في بيع البنات بدراهم قليلة. هذا الشيء كثير مؤلم، لأنه السوري ما بيستحق هيك، لأنه طول عمره كان كويس مع كل الناس. بعد الفاصل رح أسأل سلاف وخرجي عن الفنانات الزميلات مع أو ضد، رح أسأل عن رغدة، رح أسأل عن أصالة، عن منى واصف، كندا علوش، وكتار، وهالمرة عن جد عن جد يا مال الشام والله. خلص بقى. خلص يا مال الشام. الآراء عم تغلي، وانت بتعرفي آراء الناس كيف. في ناس هذه رمز الأنوثة ورمز الولاء والوفاء للسلطة السورية أو لنظام بشار الأسد، وفي ناس كتير كمان عندهم آراء بيقولوا أنه معقولة ضيفتك مش شايفة القتل للأطفال والناس الأبرياء اللي عم بيموتوا، وقاعدة عم تحكي عم بتقلك أنه وكأنه في إنكار مباشر لهذا المشهد الدموي اللي موجود بالشارع السوري اليوم. أكيد لا، حكينا من شوي ما في أي إنكار، بالعكس قلت لك إنه الدم كله سوري وبحس بنفسي وبنفسنا كلياتنا. نعم. والدولة عم تحمي الناس، واللي ما رايد يشوف الحقيقة يكون ما عم يشوف صح. من التحيات كمان أنغام حمراني، مستنية كانت من أول رمضان إنه سلاف تكون ضيفتي، فبتحييكي كمان. شكرا. على أمل إنه
سوريا ترجع تزدهر ب اول شيء بالسلام، تنعم بالسلام ومن ثم بالمهرجانات كمان كما عودتنا، لانه نحن اليوم بلبنان بيصرنا كثير انه ب 3 اغسطس رح تنطلق مهرجان من ضمن المهرجانات الكثيره بلبنان، مهرجان اهدينيات انترناشونال فيستيفال 2013 اللي بتحدث كمان برعايه زوجة سليمان بيك فرنجيه السيده ريما أرقفي فرنجيه. 3 اغسطس في فهد العبد الله، اما شابلن ب 4 لا ب 9 اغسطس، 10 اغسطس ديميس روسوس، الباليه الروسي ب 16 اغسطس، 17 اغسطس حنين ايسون كوبانو، و مسك الختام 24 اب القيصر كاظم الساهر. بتحني لكيك مع كاظم؟ اكيد بوجه له تحيه، وهي لبنان هيك معودتنا ثقافه وفن وحضاره، الله يحميكم. قد ايه صار لك مش جاي على لبنان اخر مره؟ ما صار لي اسبوعين. بتضلك تروحي جاي؟ كان عندي لقاء مع رابعه من فتره. مزبوط مع رابعه، عم تجي خط عسكري؟ لا ما في خط عسكري. مو كان في؟ من زمان؟ لا بجي مع الناس عادي. تيجي مواكبة ولا لا؟ بدون مواكبة، ما في لا مرافقة ولا مواكبة ولا حماية ولا شيء. بليز يا مال الشام، بليز يا مال الشام، يا مال الشام. دورك وداد، وداد اليهودية التي تتزوج من ملتها أيضا، ولكن قلبها مع رجل. أول شيء كيف بلاقي أصداء يا مال الشام؟ الحمد لله ممتازة، كنت متوقعة بس مو لهالدرجة الحمد لله. وداد شخصية كتير مشعة، حب للمكان، لسوريا بلدها، للشام لحارتها، لتيابها، لأكلاتها، للعتبة تبع الدار، للشباك اللي بتستنى عليه حبيبة. هذا البني آدم يلي بيتعلق بالأشياء، بيحب كل شيء، المكان والأشخاص والأشياء. والدين بالأخير هو مثل الاسم، يعني الدين مثل الاسم، بس في وطن هو نحن، فهذا انتماء للوطن، انتماء للشام. حتى بعد سنين طويلة وراحت على أمريكا مجبورة تطلع من بلدها، ضلت عم تحن وضلت عم تشم ريحة الشام وضلت عم تشتاق لبلدها. شخصية كتير حلوة صحيح. وأنا كان عندي بالنسبة لي متعة شديدة أنا وعم ساويها، ورغم انه هي شوي جريئه وفيها اشكاليه، بس انه ما شرط هذا الشخص يلي يكون من دينه او من ملته هو يكون القريب، يمكن هذاك الشخص الدمشقي الاصيل الحقيقي ايا كان دينه، فهو هذا اللي بيعنيها، هو جزء من دمشق ومن الشام. يا مال الشام عم ينعرض على ال بي سي كمان يعني بلبنان، وانت بهمك دائما انه مسلسلاتك تكون موجوده طبعاً على الشاشه اللبنانيه ايضا من ضمن الشاشات طبعاً. الانتاج السوري كاسح السوق الحمد لله. الله يرحم اديب خير يعني 34 عمل صح. هي السنه مو قليل، 34 عمل، يعني انا بشوف حالي بفتخر انه نحن عاملين هاي الاعمال رغم الظروف، وحتى بمصر رغم الظروف الصعبه كمان عملوا اعمال كثيره ومهمه. ظروفنا ما منيحه واشتغلنا اعمال جيده وهذا الشيء اكيد ترفع عم تتابع غير مسلسلات بلبنان؟ عم تابع كذا، بس ما بشكل كبير لانه حسب الظرف او الظرف والعمل. عابد فهد عم تابع عابد، كسر الدنيا ما تقولي طبعا لا. اكيد مستحيل اقول لا حبيبي عابد، عم شوف عابد، عم شوف زوج اسمهان يعني عم شوف كذا عمل، عم شوف شفت سيرين مع عابد، شفت سيرين وعابد وكل المجموعه حلوين بلعبه الموت والليس حجه، وطبعا اكيد المخرج السوري ليس حجه، وريم حنا الكاتبه اللي هي حنة صديقتي الحبيبه والعزيزه، فانا بهمني شوف اي عمل لريم حنا عم تكتبه. ريم حنا بلعبه الموت، ودوريد لحام كمان ليس حجه كمان بسنعود بعد قليل، اثنيناتهم منقولين من روايات، واحده من سليبينج وذ انمي والثاني من الفيلم يطلع. انت برايك انه ليش اليوم عم بيصير في يعني مسلسلين هالقد يعني عندهم نجاح مدوي ولكن مقتبسين بالوقت اللي مصر كتاب جديد، شباب مخرجين شباب جديد عم بيكونوا عم بيضخوا دم جديد وافكار جديده؟ هو خيارات،
يعني حتى كمان بمصر في أوقات بيكون في أشياء مقتبسة كثيرة، بس بالأخير المهم إنه الأفكار بتتشابه، بس كيف المعالجة وكيف الطريقة العمل أيا كان، لما كيف الطريقة الصناعية اللي بتفرض صحيح. إذا كان ناجح أو لا. شو عجبك من مسلسلات مصر؟ عم شوف الشك لحسين فهمي ورغدة ومي عز الدين، عم شوف مقتطفات. مي عز الدين ضيفتنا الأحد إذا قررت، عم بيقولوا إنه مش عم بيقولوا الإحصاءات بتقول إنه الشك يكاد يكون يعني احتل المرتبة الأولى حلو. من نسبة من خلال مسلسل حلو عم شوف يا مالك كان قلبي إخراج عارف الطويل، عم شوف لعبة الموت، عم شوف كذا شغلة عم شوفها. طبعاً المسلسلات السورية عم تابعها، بحب تابع وبحب شوف الكل. رغدة تتصلوا أنت ورغدة كل فترة وفترة بتطمن علي. صديقتك بالولاء، صديقتي بالإنسانية، صديقتي لأن إنسانة كتير محترمة وأنا من زمان أنا بحبها وبكن لها كل الاحترام. اليوم ميادة الحناوي، رغدة وحضرتك سلافة وخرجي، وكأنكم حلف بموقفكم السياسي وبالمقلب الآخر في أصالة نصري اللي بحترمه فيك ضمن كثير اشياء طبعا بحترمها. شكرا. وانه لما تيجي تنقدي مواقف اصاله ما بتجرحي، يعني بقرا مقابلتك بتقولي انا بنتقد هذا الموقف باصاله، يعني او هذا الموقف بيضايقني مش اصاله بتضايقني. لا اكيد، يعني لا. في ناس لانه بيخلطوا شعبين برمضان وبصير الواحد بيحكي كلمه بيعملوا نظام ديليت انه بلغيك لانه ما بوافق معك، ما بوافقك الراي، ولانه اصاله كمان نجمه اكيد كبيره طبعاً. سوريه سبق وقلت كمان انه اصاله تكاد تكون الفنانه يلي بتمثل او سفيره اللهجه السوريه بكل الوطن العربي، يعني نحن بس نقول اللهجه الشاميه بنقول وحياه بابا اصاله، حياه بابا، والله وحياه بابا اشتقت لها كثير. فبتيجي بتنتقدي ثلاثتكم عاملين حلف. لا هو مو حلف، هو شو؟ هو شعور وطني، نحن بنشبه ملايين بسوريا، نحن مو حلف ثلاثي، نحن ملايين نفس المبدأ ونفس الطريقة. وبوجه كمان تحية للست ميادة. أنا ما بجرح. أصلا قالت لي كمان بالحلقة للأمانة، قالت لي إنه سلافة وخرجي أحسن من غيرها لأنه بتحكي من دون تجريح. شكرا. أنا ما بجرح لسبب، لما بتكون إنسان حساس وما بتقبل إنك وبتنجرح بسهولة فلازم ما تجرح. أصالة أكيد صوت كتير كبير ومهم، وما حدا بيقدر يقلك صوتها مو حلو، وما حدا بيقدر ينكر إنه هي فنانة سورية كبيرة كتير. أنا بنتقد التغيير يلي صار، وبنتقد الحالة اللي وصلت لأصالة، ما بقتنع فيها ولا فيني اقتنع. وحتى لما حكت عن موضوع إنه أنا ما جرحت، طالما هي أنا بس هيك بعتب انه طالما هي حبت انه انا ما جرحت، انا انأذيت لما جرحت رغدة، وأذيت لما جرحت مريادة، وأذيت لما جرحت راغب. ما هني كمان بيكونوا جرحوا وعم بحكي عن اي حتى لو كان حتى لو كان طالما انت ما بتحب التجريح ما في داعي انك تجرح، حتى لو الاخرين جرحوك او ما جرحوك. يعني انا حزب نفسي فنانة مثلها تشمت بانه تعرضت الست رغدة لضرب معين، طب ما أصالة كمان بدبي تعرضت لموقف مشابه بس ما حدا حكى ولا طلعت رغدة. بس ليك خليني اقول لك شغله، خليني بقى مش عم دافع عنها بس هيك بغيابه خليني احكي، ما هني كمان من اول الثوره او من اول هالحرب السنتين بسوريا اليوم، يعني زلوها لأصالة بقصة العملية الرئيس حافظ الأسد إنه بعتها هلكوها للمرأة. أنا ما رح كل ما ضحك الفوز بالجرة إنه نحن أخذناكي وش فينا إذا خلصونا بقى، يعني إي معك حق هذا موضوع آخر. ما هي كمان عندها كمان أكيد تتجرح بكهرباء أكيد، وأعطت سوريا مش إنه ما أعطت، طبعا أعطت بس كمان سوريا أعطتها كتير. نعم. ما رح أقول لك أنا ما بيهمني موضوع عملية، هذا شيء معروف عن الرئيس الله يرحمه حافظ الأسد إنه عالج كتير فنانين سوريين ولبنانيين وما قصر مع كتير ناس، والرئيس بشار الأسد كتير قدم مساعدات لفنانين سوريين ولبنانيين وديع صافي كلهم، يعني كل الناس بتعرف، وكمان واحد لازم يحكي الحق. مو موضوع عملية، هي أكيد فنانة مهمة ويمكن لازم إنه الدولة تساعدها بشيء لأنه هي فنانة رمز ايه مش بس فنانة، هي رمز بس هذا الرمز بطل يصير رمز. ليش؟ لما أنا بغني حماك الله يا أسد
لما بغني بشارك حارس أحلامك يا شام، لما بغني لأسماء معينة بولاء مطلق وبعد شوي بغير رأيي، أنا ما فيني أقبل. بركي بجبرون أخاك لبطل. ليش ما انجبر صباح فخري؟ ليش ما انجبروا كتير عالم؟ أنا ما رح أطلع مثل إذا مجبورة، وما رح أقول كلمة مجبورة، وما في حدا ماسك السيف على رقبتي لأطلع أقول أنا بحبه. طب فيما بعد مش حقها لأصالة إذا شافت غلط تقول تعبر يعني تغير رأيي؟ يلي كان يعني وقتها المجنون والميت ما في شيء بيجبر حدا يقول كلمة أو يغني أغنية مو حاسس فيها. وسوريا والدولة السورية قدمت لأصالة كتير على حساب مطربين آخرين. أنا بعرف إنه كان الدلال لأصالة يجرح كتير مطربين سوريين لأنه كان هي كتير ميادة؟ لا 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 لا، ميادة أكثر من هيك. يمكن هن يكونوا أقل شهرة من أصالة، بس هن مهمين. بس أصالة قالت معي أنا ما بكره بشار الأسد، قالت لي أنا بدي حرية. شو يعني حرية؟ هل الحرية تكمن في تغيير العلم؟ قبل أي شيء، قبل الرئيس وقبل أي شيء، هذا علم، هذا رمز الوطن. شو هالموضة تغير بليبيا وتغير؟ شو هالموضة؟ تغيير علم؟ علم الوحدة هذا من إمتى؟ ليش لا يتغير بأي منطق؟ شو معناتها أنا حط علم الانتداب الفرنسي وأتباهى فيه؟ ليش؟ إذا أنا ما بعرف إنه هذا علم الانتداب، أنا بسكت وبقعد. أنا إذا كانت مجبورة وقتها، طب ليش ما يمكن هلأ كمان مجبورة؟ أنا مو مع أوكي بتغير رأيي أنا بقبل، بس لما بيكون أنت بتقدم لي كاسة مي بحطها على عيني وراسي، لما بتكون أنا مقدم أنت مقدم لي كتير وشفت منك غلط، أنا على الأقل بلتزم الصمت على الأقل، لأنه لازم أنه يكون في شوية اليوم مع الزميل الصحفي هدى الأسير بمجلة سنوب، بتقولي لا لا لهدى الأسير أرجو من أصالة أن تلتزم الصمت. بتمنى هذا اللي عم قلك ياه، أنه أنا يمكن لو يعني كتير في كتير قدمت الدولة لأصالة ولغير أصالة، إذا شافت هي ما كانت عم تغني لسوريا، هي غنت لأشخاص معينين بأسماء معينة وما في قوة بتجبرها تغني. لو شافت غلط أنا بتمنى كانت تلتزم الصمت، وأنا بتمنى هلأ ومن عندك بقول بتمنى ترجع أصالة لسوريا لحضن بلدها، وبتمنى سواء أي إنسان معارض أو مؤيد يرجع على سوريا ويشوف كيف عايشين ويأيد من سوريا ويعارض من سوريا. أنا مو بس عم بحكي مع المعارضين، حتى مع المؤيدين. بتأمني لها مواكبة كرمال أقله مثل ما طلبت عندي أو طلبت أنه تزور قبر بيا؟ مو موضوع إضمان أو مواكبة. الناس انجرحت، بس الناس بالأخير بتسامح، لأنه نحن هلأ ما في حل قدامنا غير نسامح بعض. نعم. ونصالح بعض ونكون مع بعض إيد وحدة لترجع سوريا. ما في حل إلا نقعد مع بعض ونحكي، لا وقت انتقام ولا وقت محاسبات. نحن بحاجة بعض بهذا الوقت، بحاجته وبحاجة كل واحد طلع. وأنا بطلب من الكل يرجع لسوريا مؤيد أو معارض، ويؤيد من الداخل ويعارض من الداخل، بيكون أفضل. حد السيف. عندك فانز من لبنان بيسلموا عليك كتير، كمان من مصر بيسلموا عليك كتير، من اللدقية بيسلموا عليك، أرمن من اللدقية بيسلموا عليك كتير على تويتر. أنا بسلم عليك. ليه ما بتنضمي إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى تكوني أقرب؟ يمكن ما بعرف لحد هاللحظة أنه أنا يعني ما كتير عندي خبرة بالتكنولوجيا، بس أوقات بشوف من اللي حوالي، بشوف تابع يعني، بس بشكل بسيط كتير، ويمكن الحياة والانشغال كل الوقت. أول سؤال، اطمنتي على صحة جورج والصوفي أو لا؟ سمعت من الناس بيعرفوا، سألت عنه فقالوا لي الحمد لله كويس وهيك وهيك. ما بعرفه بشكل شخصي. وأنا بطمنك وبطمن الناس كلهم المشاهدين اللي حكيت معه قبل امبارح وبخير. الله يحميه ويخلي لنا إياه. بتعرفي ترقصي لتعملي بديعة مصابني؟ إيه. من زمان أنا وصغيرة. بس هو الفكرة المسلسل مو بس رقص، هي قصة إنسانية كتير مثيرة للجدل وفيها دراما كتير غنية. شو بتفرق، بشو بتختلف بديعة سلاف فواخرجي عن بديعة ورد الخال؟ أكيد كل واحد بيقدم بطريقة مختلفة، ما في بصمة إنسان بتشبه بصمة أخرى، ما في بصمة، هذا الإعجاز الفعلاً رباني الغريب، ما في حدا بيشبه حدا أبداً. من سيربح ورد؟ ورد ممثلة ظريفة، أنا شفت حلقتها من كم يوم، كانت حلقة كتير حلوة، واستغربت وقت حكت انه هي سمعت او كذا
هي بتعرفني ورد قديش أنا حدا مباشرة بحب، وقديش أنا كنت معها بكل لحظة بمصر بأسمهان، وقديش كنت معها ووقفت جنبها وكنت دائماً أصر على وجودها باللقاءات، وقديش أنا كتير يعني دائماً بقلبي كمية من الحب. فبستغرب إنه سمعت أو ما سمعت أو كذا، فأنا بعيدة عن هذا الشيء أبداً، وبتمنى لها كل الخير لأنه هي ممثلة رائعة، ووالدتها بالنسبة لي هي كتير شيء حدا كتير حدا مهم مها بالإقدار. بس ما قلتي لي بالنهاية مين راح يحظى بهالفرصة؟ المجموعة يلي راح تشتغل بطريقة أفضل كسيناريو كإخراج كعمل، الروح لازم تكون موجودة، وكل واحد له طريقة، يمكن الاثنين ينجحوا ما حدا بيعرف. جنيتي على خادمتك بتهمة التآمر لأنه ابنها من الجيش، ابن أختها من الجيش الحر، ندمتي؟ جنيت؟ يمكن أنا ما فيني أحكي بالتفاصيل لأنه المحامي مانعني من هالموضوع. أنا ما جنيت، يعني موضوع شوي صعب. بريئة هي؟ لا، موضوع شوي صعب، وهو متآمر عليكي؟ لا شك، وهو موجود لسه بالقضاء السوري، وأنا بآمن بالقضاء السوري وما عندي أي واسطة هنيك. طبعاً هي إخلاء سبيل مو براءة، والله يصطفل بكل واحد بده يأذيني أو يأذي أولادي، أو لأنه في عشرة وحدا من البيت. شو التهمة اللي أثبتت عليها؟ خطفك؟ محاولة اختطاف أنا والأولاد. وتسليمك للجيش السوري الحر؟ ما في شيء هيك اسمه يعني، بس هيك يقال. بس ما في شيء هيك اسمه. شو اسمه؟ مجرمين. انت الجيش السوري الحر مجرم؟ ما في شيء، اي جيش واي حر واي كلها تسميات هي اعلاميه. ما في، في جبهه وفي قاعده وفي فتاوي وفي دمار. اي فتوى اكثر شيء اثارت الرعب بقلبك كمواطنه سوريه؟ والله الفتاوي كثيره، بس انا يعني مثلا لما طفل عمره 12 سنه قتل لأنه كفر بالنبي، هذا شيء فظيع. لما مدينة حما السورية، مجتمع للأسف عم نحكي هالألفاظ اللي عمرنا ما استخدمناها، في إسلام وفي مسيحية، فالسيدات كلهم تقريبا حاطين ملاية سودا. أنا أول عمل اللي اشتغلته كان فيلم سينما الترحال مع الأستاذ ريمون بطرس، شفت المجتمع وشفت كيف النساء بيلبسوا مثل بعض. صبايا هلأ بهذا الوقت يعني عم يسافروا من حما لدمشق هربانين. خليني أقول لك ليش وصلنا لمرحلة أنه يتنقبوا صبايا مسيحيات من حما إلى دمشق لحتى يمرقوا على حاجز لهؤلاء المجرمين، يتنقبوا لحتى ما ينقتلوا، ولما يوصلوا لعند حاجز للجيش السوري يشيلوا النقاب ويبكوا. معقول نوصل لهم؟ هالفتاوي في منها كتير. لما قطع رأس تمثال لأبو العلاء المعري، ولا لطه حسين بمصر، ولا نقبت أم كلثوم، ولا نبشت القبور، ولا 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 نعم. هذا شو اسمه؟ هي كلها شيء مرعب. برأيك سوريا لا تصلح بأن يحكمها التشدد الذي بدأ في تونس لكن انهار في مصر؟ ولا بلد يصلح أنه يكون فيها تشدد. كلياتنا مع دولة، بكل بلد يكون دولة مدنية تحترم الأديان والعقائد والأفكار وكل الناس، ولا يكون الدين هو الدولة، يكون هو رديف، يكون هو شيء روحي شيء إنساني. بس صعب أنه أنت أكيد بتوافقي على ما قاله الرئيس الأسد يوم عزل الرئيس مرسي أنه وصولهم إلى الحكم أصلا فتنة. ما بصير انه دين يحكم بلد، ما بيجوز، هذا شيء روحاني. لازم يكون دولة مدنية تحترم. ليش ليكون في ديكتاتورية باسم الدين؟ ليش ليشوهوا الدين ويشوهوا الإسلام ويشوهوا الله؟ الله أكبر من هيك، والإسلام أكبر من هيك، والأديان السماوية أكبر من هيك. خلينا نعيش باحترام لهالأديان. نعم. ولهالعقائد. نعم نعم. اخر سؤال سلاف فواخرجي، من بعد كليوباترا وأسمهان أسهمك بمصر متراجعة اليوم، قولي السبب ليش؟ ما بعرف إذا متراجعة، أنا علاقتي سواء مع
المنتجين او مع الناس اللي بالوسط او مع الناس فوق الممتازه. الحرب بسوريا بعدتني عن مصر وهذا السبب يعني، وعم كنت عم اشتغل كل الوقت وانا مو جايه من قلبي يعني اطلع لحتى اطمن على بلدي، ما فيني اتركها لحالها، قلبي بيوجعني. نعم. فما بتوقع انه متراجعه. شرف، من بعد ما صابرين ابدعت بام كلثوم وانت ابدعتي باسمها، نعطيني الثالث تالتي ابدعت بسيره ذاتيه. شو كارول سميحة بالشحرورة، كارول سميحة كان جهدها واضح، وفاء عامر كمان كان جهدها واضح. يمكن العملين ما عملوا هالضجة الكبيرة اللي عملوها. ابداع مثلك انت بتقولي انه هيدي ابداع، ما فيني اقول مثلي انا، بس الاثنين كان جهدهم واضح، انا الاثنين بحبهم وقد واضح انه مشتغلين كثير، ما فيني اقول ما كانوا مثلي، بس المسلسلين ما كانوا بحجم ام كلثوم واسمهان كعمل متكامل. بلاك بوكس لو سمحت. شو عامل؟ بقلب البلاك بوكس في سؤال او بتردي عليه او لا. شوف، ضيفتنا بكره هي النجمه المصريه علا غانم. جاوب؟ تفضل، اذا بدك تجاوبي او لا انت حره. اقرا السؤال. بتكوني انت ثاني ضيفه من بعد ايناس الدغيدي عم تقرا السؤال وعم بتجاوب. لو سقط الرئيس لا سمح الله من عندي، ستكونين من الفلول وتتركين سوريا للحكم التطرفي الجديد. ستكونين الفلول وتتركين سوريا يعني للحكم من الفلول. فلة من الفلول. لا سمح الله، ما رح يسقط الرئيس لأنه مثل ما قلت الشعب والجيش بالدنيا، ولو سمح الله صار هذا الشيء ما بقى رح يكون في سوريا، وأنا من سوريا بس. سوريا بتزول إذا زال الأسد؟ سوريا أكبر مننا كلياتنا، والرئيس الأسد مواطن سوري. قليلي بتزول إيه أو لا؟ تتدمر سوريا. شكرا زلافة وخرجي. شكرا نيشان، تصبحوا على خير. شكرا. شكرا.